حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في بانوراما. هذه عناوينها: إشارة ترامب إلى أنه قد يطعن على الانتخابات إذا لم تكن في صالحه تثير توترا في الأوساط السياسية، فما هي السيناريوهات المحتملة؟ وارتفاع كبير في أعداد إصابات كورونا في عدة دول، بعضها لجأ لإعادة فرض إجراءات مشددة، فهل يواجه العالم موجة ثانية وهل نقترب من لقاح ناجع؟ إذن مشاهدينا، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة قلق بعدما أشار إلى أنه قد لا يقبل بنتائج انتخابات 3 نوفمبر إذا تعرض للهزيمة. رفض الرئيس الجمهوري الذي يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي، رفض استبعاد هذا الاحتمال الأربعاء عندما سئل عما إذا كان سيدعم انتقالا سلميا للسلطة. قال: سوف نرى ماذا سيحدث، وهو الكلام نفسه الذي قاله في انتخابات 2016. Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. Sir, that you will absolutely accept the result of this election. I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen is so bad. First of all, the media is so dishonest and so corrupt, and the pile-on is so amazing. I will tell you at the time. I'll keep you in suspense. وفي مقال بصحيفة The Atlantic قال بارتن جيلمان إنه إذا كانت نتائج التصويت متقاربة يمكن لترامب إغراق الانتخابات بسهولة في حالة من الفوضى وإفساد النتيجة، فمن سيوقفه؟ وأضاف أن ترامب قد يفوز أو يخسر لكنه لن يتنازل أبداً. لنرحب مشاهدينا بضيوف بانوراما هذه الليلة. من أوهايو معنا ريبيكا أبو جديد الباحثة السياسية، ومعنا أيضا من أورلاندو توم حرب رئيس التحالف الديمقراطي الأمريكي الشرق أوسطي. أهلا بكما معنا. سأبدأ معك ست ريبيكا. طيب، يعني ليست هذه التصريحات الأولى في هذا الإطار للرئيس ترامب، هذه المرة خلينا نفهم بشكل واضح ما هو أو ما هي أسباب الاعتراض بالنسبة له. بالتأكيد، شكرا لاستضافة اليوم. أعتقد أن اعتراضاته أسبابها واضحة، وهي أنه يريد أن يروج لنفسه بالنسبة لنتائج الانتخابات لأنه يعتقد أنه سيخسر، لكن هذا الأمر خطير جدا. في الولايات المتحدة لم يكن فيها انتخابات أبدا، لم يكن للشعب فيها قيادات راغبين في قبول الخسارة. حتى في عام 2000 عندما ذهبت النتائج إلى المحكمة العليا، ونائب الرئيس آل غور الذي كان يمكن أن يحارب قانونيا بالنسبة للأصوات كان مستعد للتنازل من أجل صالح البلاد، والآن رئيس في منصبه، كل الأصوات التي بالاستفتاءات تقلقه، وهذا أمر مقلق لجميع الأمريكيين حتى الداعمين لترامب. ولذلك هناك مجلس الشيوخ والجمهوريين فيه قالوا أنهم سيدعمون نتائج الانتخابات مهما كانت. هذا ما يضع الدولة في وضع خطر لم تكن به من قبل. طب أستاذ توم، يعني كما ذكرنا هذه ليست أول مرة التي يقول فيها الرئيس ترامب بأنه قد لا يقبل، أو يقول فلننتظر لنرى، ما مدى جديته في ذلك، خصوصا وأن هناك أصوات حتى جمهورية يعني تنتقد وتقول بأنه عدم القبول أو عدم انتقال السلطة بشكل سلمي بعد الانتخابات هو مخالف للدستور؟ أولا مرحبا لك رانا إلى ربكة والمتابعين. هلا ما يعنيه الرئيس ترامب؟ يعني خاصة بال 2016 عندما سئل هذا السؤال كان عنده إحساس وشعور بأن هنالك شيء يطبخ
في بين المخابرات الأمريكية وإدارة الرئيس بايدن في ذلك الأمر، وعرفنا فيما بعد أن هنالك كان تنصت من قبل إدارة أوباما والمرشحة في ذلك الوقت هيلاري كلينتون، ولا تزال اليوم المدعي العام في ولاية كونتيكت ينظر إلى ماذا حصل في ذلك الفترة، التواطؤ بين أجهزة المخابرات الأمريكية وإدارة أوباما بايدن. فهذا الإحساس والشعور كان عند الرئيس، وربما معلومات يعني أخذت معركة قانونية لمدة 3 سنوات اتهموه بها بالتواطؤ مع روسيا، وكل المعلومات التي نحصل عليها في الأسابيع الماضية بأن التواطؤ كان من قبل أشخاص في قمة المخابرات الأمريكية مع الرئيس أوباما وإدارته بايدن. هلأ لننظر إلى الواقع اليوم. واقع اليوم بالفعل هنالك 3 طرق للتصويت، هي أن يذهب الأشخاص يوم التصويت ويصوتون شخصيا، أما غيابيا في حال يعرفون بأنهم ليس يستطيعون أن يذهبوا إلى التصويت يطلبون ورقة التصويت من الأماكن الحكومية للانتخابات ويبعثونها لهم برقم مخصص، أما حسب ما يطرحوه اليوم الديمقراطيون في عدة ولايات هو التصويت العشوائي أما البريدي، بما معنى الحكومة ترسل إلى جميع الشعب للتصويت بدون الأسامي بدون أرقام معينة، وهنالك ربما سيكون تزويرا. بما معنى في كل ولاية إذا كانت الفرق بالأصوات أقل من 1% عندئذ يجب إعادة فرز الأوراق. يعني إذا حصل هذا التزوير، ونحن علمنا بأنه بولاية نيوجيرسي بمنطقة باريسون بالذات بالانتخابات التمهيدية بشهر آب أكثر من 17,000 ورقة رفضت. في نيويورك بين الديمقراطيين بين بعضهم ظلوا على 2 شهر وهم يحققون بالانتخاب البريدي والتزوير الذي حصل. يعني هذا ربما هنالك احتمال كبير أن يكون تزويرا وأوراق مش معروف مصدرها وصلت إلى صناديق الاقتراع ويجب التدقيق فيها. هلأ مثل ما قالت السيدة ريبيكا بال2000 حصل كان الفرق فقط 500 صوت بولاية فلوريدا، الولاية التي أنا أسكن فيها هنا، على 500 صوت، وذهبت إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف وقرر الحكم في المحكمة العليا عندئذ تنازل آل جور ولم يتنازل قبل ذلك. فما يقوله الرئيس ترامب هنا في هذه النقطة بالذات، إذا كان هنالك من تزوير وإعادة النظر إذا كانت الفروقات أقل من 1 بكل ولاية هذا حق قانوني وإعادة النظر، وربما ستذهب إلى المحكمة العليا، وهذا كمان نقطة أساسية لتعيين قاضي بعد وفاة الآنسة السيدة غرينسبورغ الأسبوع الماضي، لأنه اليوم عندنا 8 أعضاء بالقضاء الأعلى بالمحكمة العليا ويجب أن يكونوا 9 ليكون مفرد مجوز في نهاية المطاف، وربما هذا ما يروح له. طيب بس هو قبل أن يعني نذهب إلى السيناريوهات المحتملة، في حال بالفعل حصل ذلك، كنت يعني أرى ست ريبيكا وهي يعني لا تتفق مع أي شيء قلته أستاذ توم، فأعطيها فرصة للرد، هل فعلا ست ريبيكا التصويت عبر البريد بالفعل يشكل ثغرة في هذه الانتخابات؟ تفضلي. No, look, mail-in voting is not new. الانتخاب بالبريد ليس بجديد، بل كان يمضي على مدى عقود، ففي ولايات كولورادو وواشنطن يتم فيها الانتخاب بالبريد، هذه ليس بظاهرة جديدة، لكن ما يحدث الآن هو أننا في وسط جائحة دولية وهي تزداد في أعدادها في الولايات المتحدة، لذلك نتوقع الملايين
من التصويت عبر البريد لأن الأمور ليست آمنة بأن نذهب شخصيا للتصويت. هناك كثير من الأمريكيين معرضين للإصابة بفيروس الكورونا وبالتالي لن يذهبوا إلى المراكز شخصيا، والانتخاب بالبريد لا يعطي تميزا لا للديمقراطيين ولا للجمهوريين. لكن ما قاله الرئيس ترامب وسأقتبس منه، قال أن الديمقراطيين يريدون مستوى من التصويت، أنه إن لم تتفق معهم فإنه لن ترى جمهوريا ينتخب. هذا ما قاله. في الولايات المتحدة لدينا نحو 56% من المشاركة بالتصويت، هذا أكثر من نصف عدد الأشخاص المؤهلين للتصويت. أعتقد أنني كأمريكية وليس جمهورية أو ديمقراطية يجب أن نشجع على التصويت والمشاركة بالانتخاب، وأن يكون هناك طرق آمنة للشعب كي يصوت. وبالتالي فإن التصويت عبر البريد آمن، وليس هناك دليل على إمكانية تزويره، إلا أن الرئيس ما يحاول فعله أنه يؤشر لداعميه أن ينتخبوا بالحضور شخصيا. لكن الانتخاب عبر البريد يستغرق وقتا لإحصاء الأعداء والأعداد عفوا، فالرئيس سيعلن نفسه ناجحا في هذه الانتخابات عندما يرى الأرقام، ولن ينتظر. إلا أن هو يعد داعميه بأن هناك تزوير، لذلك يهاجم الانتخاب عبر البريد. الكبار السن أيضا لن يتمكنوا من التصويت المشاركة بالانتخاب شخصيا بسبب الكورونا، لكنه يهاجم الانتخاب بالبريد ليس لعدم أمانه، بل لأنه يريد من قبل الانتخابات أن يأتي بذرائع في حالة خسارته. طيب أستاذ توم، ما رأيك؟ هل هذه فقط ذريعة محاولة تهيئة الرأي العام بأنه قد يكون أو سيكون هناك تزوير في حال خسارة الرئيس ترامب في هذه الانتخابات؟ وماذا سيفعل برأيك بالفعل إذا تحقق ذلك ولم ينجح؟ أولاً لا، أنا لا أتصور ذلك، ولكن ما تقوله ريباكا هو تلويث للعقلية. هنالك فرق شاسع بين الانتخاب التصويت الغيابي إذا طلبت ورقة تصويت لتأتيني مع رقمي مع كل شيء، وهذا واضح وهذا معترف فيه بالولايات المتحدة، أما التصويت العشوائي البريدي الذي يرسلون البطاقات مثل ما قلت منذ قليل، وربما أي شخص في منزلي أما غير منزل يصوتون عوضا عني. وهنا الانتخابات الديمقراطية شيء مقدس لكل من يدفع الضرائب يتعب، لا يجب أن يلغى صوتي بصوت شخص ثاني مزور، وهذا مرفوض من قبل أي شخص. لازم مثلا الأسبوع الماضي بالتحديد بولاية بنسلفانيا كان هنالك أشخاص من الجيش صوتوا غيابيا، وعندما وصلت الأصوات إلى غرفة الفرز ولا يجب أن يفرزوها، هنالك أشخاص بهذه الغرفة فتحوا الملفات لقوها هي لمصلحة الرئيس ترامب، لأنه بدأنا بالانتخابات المبكرة اليوم، بقى رموها بالمزبلة وسلت زبالة. يعني هلأ اليوم المدعي العام في ولاية بنسلفانيا يحاول من يعرف من وراء هذه العملية وهذا التزوير الحقيقي الذي يدعي عليه الرئيس ترامب، وعلى الديمقراطيين أن يطالبوا به بنفس الشيء، لأنه قبل ما يأتي ترامب إلى سدة الرئاسة عندما عرض عليهم مشروع الانتخاب البريدي معظم الديمقراطيين قالوا هذا سيكون تزوير بحد ذاته. هلأ في نهاية المطاف إذا مرأنا بالقضايا القانونية وإذا كان هنالك فرق في كل ولاية أكثر من 1%، أنا لا أتصور ستعاد الآن سيكون هنالك طعن، وإذا كان أقل من 1% سيكون طعن بكل ولاية للتحديد، وإذا الولاية لم تستطيع أن تحدد سترفع هذه إذا المحكمة العليا، والمحكمة العليا تأخذ مجراها القانوني، ربما تأخذ
شهر شهرين ثلاث أشهر. نحن نعرف بسنة 2000 أخذت حوالي 50 يوم حتى وصلت إلى المحكمة العليا، وحكمت المحكمة العليا في أواخر شهر كانون الأول. بأنا اليوم ربما هذا يحصل، وسننتظر النتائج ربما بكانون الثاني، أما بنفس الليلة هذا لم نعرفه بعد. طيب ست ريبيكا، يعني برني ساندرز في بداية هذا الشهر هو حذر الكونغرس والإعلام وقال استعدوا للسيناريو الكابوس أسماه هكذا في حال رفض الرئيس ترامب تسليم السلطة بشكل سلمي. ما هي السيناريوهات برأيك التي قد تحصل في حال حصل ذلك؟ كما قلت، كما قال برني ساندرز، هذا سيناريو كابوسي. إذا كان لدينا شخصين يقولان أنهما فازا بالانتخابات الرئاسية، هناك نظام بعد الانتخابات كل ولاية تعين أشخاص هم يمثلون الناخبين يذهبون إلى الكونغرس. لم يكن لدينا أي رئيس لم يقبل نتائج الانتخابات حتى في حالة آل غور الذي ذكرناه عدة مرات قبل نتائج الانتخابات على الرغم من أنه دخل هذا المسار القضائي، إلا أن في الديمقراطية الأمريكية أن يكون الرئيس يحذر قبل الانتخابات أنه لن يقبل بالنتائج. نتذكر أن 2016 هذا الرئيس انتخب لكنه لم يحصد الأصوات الشعبية، فالأعداد التي انتخبت هيلاري كلينتون كانت أكثر، وكان غاضب من ذلك وقال أنه من دون دليل على الإطلاق أن 3 ملايين انتخبوا بشكل غير شرعي في الانتخابات. لم يختر الرقم من رأسه، بل كان هو الرقم رقم الأعداد التي انتخبت هيلاري كلينتون. وبالتالي كان يشير أن هناك محاولة للديمقراطيين أن يسرقوا نتيجة الانتخابات. الأمريكيين يريدون انتخابات عادلة وحرة، والديمقراطيين يريدون ذلك، ولا نستطيع أن نواصل الاقتتال والاقتسام فيما بيننا، بل انتخابات حرة وعادلة وكلنا علينا أن نقبل بنتائجها. إلا أن الانتخابات يجب أن تكون حرة وعادلة. وأمر آخر على الجمهوريين أن يفعلوه هو أن يحاولون فعله هو أنهم يغلقون مراكز اقتراع في وأغلقوا معظم المراكز في نيرفيل باستثناء واحد، وهذا هذه منطقة فيها غالبية سكان ولاية كنتاكي، وبالتالي كان على عدد كبير أن يذهبوا إلى مركز اقتراع واحد، وبالتالي هذا يعني أن الانتخابات لن تكون عادلة وحرة. هذه مسألة ليست حزبية، أنا وتوم يجب أن نتفق 100% على كل الأمور. علينا أن نفعل كل ما نستطيعه لنجعل الانتخابات بالبريد حرة وآمنة بسبب فيروس الكورونا، وثانيا أن نجعل الانتخاب بالحضور الشخصي أسهل ما يمكن وأن يكون عادلا لكل الأمريكيين. نريد نتيجة بغض النظر إعجبتنا نتيجة أم لا، يجب أن يثق بها كل الأمريكيين، حتى من يدعمون هذا الرئيس يجب أن لا يدعموا أي تشكيك من جانبه لنظام الاقتراع. فهو الرئيس إن كان هناك مشكلة بالاقتراع فهو المسؤول، لا يستطيع أن يعود بالإشارة إلى أوباما وبايدن. هو الرئيس، هو المسؤول إن كان هناك مشكلة بالانتخابات، وكما فعلوا ببنسلفانيا لديه 40 يوما ليحل القضية هذه، وهو المسؤول عن ذلك. نعم. طيب ابقوا معي، سنلقي فقط نظرة على التحذيرات من أن الانتخابات قد تتحول بالفعل إلى كارثة دستورية، ونتابع الحديث.
أعود لضيوفي مشاهدينا وأعود مباشرة إلى الأستاذ توم. أستاذ توم، يعني هل بالفعل ممكن أن تتحول هذه الانتخابات إلى كارثة دستورية أم أنه الأمر هو بيد الرئيس ترامب؟ قد يعني يجعلها كذلك أو الأمور تؤول إلى ذلك وربما لا؟ القانون، القضايا القانونية لاتخاذ القرار ربما، وهذا شيء قانوني في الولايات المتحدة، ولكن التهديد والوعيد من قبل الديمقراطيين أصبح معروفا من قبل أن ينجح بالانتخابات الرئيس ترامب في 2016، وعرفنا كيف حاولوا التنصيت عليه وبعد ذلك المؤامرة ضده بالانقلاب الأبيض وكل، وبعدين حاول عزله بحديثه مع رئيس جمهورية أوكرانيا. كل هذه المحاولات باءت بالفشل. فاليوم ما هي الورقة بيد الحزب الديمقراطي؟ هو التهويل والتخويف للشعب الأمريكي. لماذا هذا التهويل وهذا الأعمال الرعبية إذا حبينا أن نسميها؟ أنت يخوف المواطن الأمريكي، وخاصة إذا نجح ترامب مرة ثانية، ليقولوا لمنتخبيهم حاولنا ولكن المكنة الجمهورية هي التي انتصرت غير قانونيا. لأنه لحد اليوم المرشح كلينتون لم تعترف شرعيا بنجاح الرئيس ترامب، ونصحت بايدن منذ أسبوعين بأن لا يتنازل للرئيس ترامب في حال حتى ترامب نجح، وتعاون معها كذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بولوسي وعضو في مجلس الشيوخ شومر، قالوا نحن ربما لم نتنازل بليلة الانتخابات إذا علمنا بأن ترامب ربح. يعني معناته هن الذين يتحدون هذه المؤسسات لا ليس بترامب، وإنما ترامب يقول الحقيقة وهم لا يرغبون بمعرفة الحقيقة والوقائع، وإنما بالتهديد والرعب على السلام. طيب ست ريبيكا، هل أيضا الديمقراطيون قد يعني يودوا بالأمور إلى كارثة دستورية في وقانونية إذا جاءت نتيجة الانتخابات أو كان هناك يعني اختلاف حول هذه النتيجة؟ هل يمكن أن يساهم الديمقراطيون في ذلك؟ أعتقد أن الأولوية للحزب الديمقراطي هي أن تحسب كل الأصوات وكل الناخبين الشرعيين يستاح لهم فرصة التصويت. هذا ما يراه الجميع. أنا كمحامية نسعى لأن نرى الجميع سواء لترامب أو لبايدن أن يعبروا عن صوتهم وأن تحسب أصواتهم وأن يكون العد الجميع مستعد، لأننا بسبب الانتخاب بالبريد ولا يتم احتساب الأصوات إلا في يوم الانتخاب، فلن نعرف النتيجة ونحن لسنا معتادين على ذلك. وأعتقد أن ما سيفعله ترامب هو أن يعلن عن نفسه الفائز ولن ينتظر لأن تحسب كل الأصوات البريدية، والديمقراطيين سيصرون على أن يتم سماح بإحصاء كل هذه الأصوات، وهذه المسألة يجب أن لا تكون حزبية إلا أنها كذلك، لأن الرئيس هو من قال أن كان لدينا مشاركة بالأصوات، لن يكون هناك جمهور ينتخب مرة ثانية. هذا يعطينا الفكرة عن كل شيء، أن هذا الرئيس أنه كلما زادت أصوات الناخبين كلما كانت احتمالية خسارته احتمالية فوزه ستكون أقل. شكرا جزيلا لكما مشاهدينا. كانت معنا ريبيكا أبو شديد الباحثة السياسية من أوهايو، ومن أورلاندو كان معنا توم حرب رئيس التحالف الديمقراطي الأمريكي الشرق أوسطي. شكرا. بانوراما مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. ما سبب عودة حصيلة إصابات كورونا إلى الارتفاع في عدة دول؟ وهل العالم على أعتاب موجة ثانية؟ أهلا بكم من جديد.
فيما تجاوزت حصيلة وفيات كورونا المسجلة حول العالم حاجز المليون حالة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن يتسبب الفيروس بوفاة مليوني شخص إذا لم تقم الدول بما يلزم لكبح انتشاره. ورداً على سؤال في جنيف عن احتمال أن يصل العدد النهائي للوفيات بكورونا إلى هذا الرقم، اعتبر مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن الفرضية معقولة. 1 million is a terrible number and I think we need to reflect on that before we start considering a second million. There is a lot that can be done to save lives, both in terms of disease control, existing life-saving measures and the innovations that are coming down the pipe. في سياق متصل، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية دكتور محمد العبد العالي إلى عدم تسجيل أي تحورات لفيروس كورونا قد تؤدي إلى موجة ثانية في العالم. حتى الآن عالميا بحمد الله لم تسجل أي تحورات أو تغيرات في أنماط الفيروس تؤدي إلى موجة ثانية بهذا السبب، لكن سجلت بالفعل عودة لارتفاعات في دول في العالم بسبب الارتخاء وعدم التقيد والتراخي في عملية تطبيق الاحترازات من أفراد المجتمع، ولذلك من المهم جدا أن يبقى كل مجتمع حذر ليحصن نفسه ويمنع نفسه من تسجيل ارتفاعات جديدة من خلال التقيد بالاحترازات. وعندنا منهج في المملكة العربية السعودية بحمد الله هو العودة بحذر، كل ما تقيدنا كلنا فيه أفراد ومجتمع بالكامل سنكون بإذن الله بمأمن من ذلك. ومشاهدينا، معنا الآن عبر سكايب من جنيف الدكتورة حنان بلخي، مساعدة مدير منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية. أهلا بك دكتورة معنا. دكتورة، يعني ارتفاع كبير جدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، هل تسمعيني دكتورة؟ نعم أسمع. طيب، إذن ارتفاع كبير في الإصابات، عدد الوفيات وصل إلى مليون، متوقع أن يعني إن شاء الله لا طب أكيد يعني بأن يصل إلى مليوني حالة وفاة، هل نحن في موجة ثانية الآن أم أننا ما زلنا نشهد تذبذبات في نفس الموجة، الموجة الأولى التي لم تنتهي بعد؟ نعم، مرحبا بكم وشكرا على استضافتي مرة ثانية في قناة بانوراما. الموجة الأولى لم تنتهي، لكن أعتقد أنه لسهولة التعامل في بعض الدول وإعطاء المعلومات بنتكلم عن موجات، فهي يمكن الوصف الأضبط هو تذبذبات إلى أن ننتهي من الموجة تماما، ويعني ويصير في مرة ثانية زيادة في الأعداد ممكن نسميها موجة ثانية، بس الوباء لازال موجود وبينتشر. طيب، لماذا هذا التسارع في وتيرة الإصابة والأعداد، حتى يعني في دول استطاعت أن تسيطر نوعا ما على انتشار المرض، خفضت أعداد الإصابات في الأشهر الماضية، اتخذت إجراءات صارمة جدا، الآن حتى مع هذه الإجراءات تشهد ارتفاع كبير، لماذا؟ كيف نفسر ذلك؟ أكيد الأطباء علم الوبائيات ممكن يحللوا الأشياء اللي أنتوا بتشوفوها أو اللي احنا بنشوفها بطريقة يمكن أفضل. الموجة الأولى كانت حتى الوفيات كانت فيها بالنسبة أعلى بكثير من اللي احنا بنشوفه الآن، والسبب لأنها داهمت كبار السن والناس اللي عندهم أمراض مزمنة وما إلى ذلك. مع اللوك داونز اللي حصلت والاحترازات اللي حصلت صار في حرص أكبر في وجهة نظري في مجموعات معينة من المجتمع، لذلك عادوا صغار السن أو الشباب اللي هم أقل من 40 سنة وشوية عندهم تمرد على الاحترازات، بعضهم في بعض الدول رأيناها هذا الشيء، وانتشر الوباء مرة ثانية في هذه الأعداد، ونشوف الحصيلة في الأعداد الأصغر الأيام هذه أكثر من الأعمار الأصغر وليس في كبار السن. بالضبط. ويعني هذا معناته بأنه يعني وتيرة أو عدد الوفيات من ناحية نسبة قل بكثير عن البداية، لأنه يعني الآن من يصاب به أو الأعداد الأكبر هي صغار السن ربما الذين لا يعانون من أمراض مزمنة. بالضبط، متوسطي الآن العمر أكثر شيء بيصابوا الآن. طب إلى أي مدى دكتورة يعني موضوع الإجراءات ربما التراخي في بعض الدول أو من بعض الفئات كما ذكرتي ساهم في ذلك، أم أنه يعني هل نحن بحاجة الآن إلى إجراءات أكثر صرامة أو من نوع آخر؟
أنا أعتقد إحنا تعلمنا دروس كثير في الثمانية الأشهر اللي فاتت. يعني تعلمنا أهم شيء أهمية الاستمرار في الاحترازات مهمة جدا من جميع شرائح المجتمع. ولازم نبدع في إيجاد حلول تساعدنا على العودة إلى الحياة الطبيعية على قدر المستطاع بدون ما نعرض المجتمع للخطر، لكن علينا أن ننقذ الأضرار الاقتصادية والنفسية والصحية أيضا اللي حصلت من هذا الوباء المزعج. كثير من الناس عندهم مشاكل صحية ما هم قادرين برضو يهتموا فيها كفاية بسبب هذا الشيء، وفي عندنا كمان المنتل هيلث ايشوز، الأشياء النفسية السايكولوجية. فيعني مهم الاحترازات تستمر، ومهم إننا نشوف طرق العودة إلى الحياة قدر المستطاع الطبيعية. ما هو والتعليم أهم شيء كمان، الاقتصاد والتعليم. ما هذا هو ربما التوازن الذي يعني من الصعب الوصول إليه، ما بين حياة يعني حماية حياة الناس وحماية مصدر رزقهم ومعيشتهم. يعني طيب، يعني كان هناك تصريح بأنه هذا الفيروس لم يتحور، لم يتغير. ماذا يعني هذا من الناحية الطبية على الأرض؟ الفيروس طبعا يتحور، بالذات في يمكن تكلمنا عنه في حوار سابق، نوع الـ RNA viruses، لأنه طريقتهم في التكاثر تساعدهم على اللخبطة في تركيبة الجينات، فيصير في تحور أو تغيير. هذا التحور دائما يخلينا يعني متوجسين وخائفين، هل التحور حيكون إلى فيروس أكثر ضراوة وأكثر سرعة على الانتشار، أو ممكن التحور يضعف الفيروس. اللي احنا شايفينه الآن من أكثر من 94 سيكونسينج حول العالم، إنه ما في تحور كبير. في شرق آسيا يمكن واحد أمينو أسيد تغير، ولم يؤدي إلى تغيير شديد في تعامل الفيروس مع في انتشاره بين الناس. فإلى الآن احنا بنتعامل مع نفس الفيروس، يمكن العامة هذا يمكن أهم شيء يحبوا يسمعوا، بنتعامل مع نفس الفيروس اللي قبل 8 شهور. وهذا رح يسهل موضوع التوصل إلى لقاح يعني. بالضبط. لما يتحور الفيروس كثير يصير أصعب، بالذات إذا صار التحور في الشريحة الجينات اللي بتعطي البروتين الخارجي للفيروس، اللي بيكون الفاكسين مبني على أساس هذه التسلسل الجيني. فنتمنى إنه التسلسل الجيني للمنطقة اللي بتترصدها الأمصال ما تتغير، لأنه هذا حيصعب عملية الحصول على مصل. فهذا غير موجود، وما نحب نقلق المشاهدين إنه هذا الشيء ما حصل. الحمد لله. طيب، نحن سنتحدث بعد قليل عن الأمصال وعن اللقاحات، ولكن قبل ذلك ماذا نتوقع الآن ونحن على أعتاب فصل الخريف؟ الجو سيبدأ بالتغير في كثير من البلدان، خصوصا طبعا أوروبا والولايات المتحدة وكذا. ماذا نتوقع عندما يأتي البرد؟ جميل جدا. كمان يجي البرد ويجي معه مرحلة الإنفلونزا، فيروس آخر. الإنفلونزا العادية حتى. الإنفلونزا هي اسمها الإنفلونزا، هي الإنفلونزا العادية في القطر الشمالي من الكرة الأرضية. وفي شيء ثاني احنا قلقانين منه، انه وجود البرد حيخلي الناس يفضلوا الجلوس داخلا، وحيكون في تجمعات اكثر من اللي شفناه في الصيف في الكره في النصف الشمالي من الكره. فهنا نبغى ناكد مره ثانيه على الاحترازات، المحافظه على غسل اليدين والتباعد ولبس الكمامه في المواقع اللي الواحد ما يقدر يكون في تباعد. وبرضه بنحرص على يعني التحصين ضد الانفلونزا، ما نحب نتعامل مع اكثر من وباء واكثر من فيروس في وقت واحد، بيسبب ضغط على الكادر الصحي وعلى الناس مجتمعه. نعم. طيب، يعني فيما يتعلق بالإجراءات دكتورة، في جميع أنحاء أوروبا يجري تنفيذ قواعد أكثر صرامة على التباعد الاجتماعي، وقيود مشددة أيضا على الشركات للحد من احتمال مواجهة موجة ثانية. مثلا في إسبانيا مشاهدينا، زادت السلطات المحلية من القيود المفروضة في بعض أحياء مدريد التي تؤثر على مليون شخص. في الدنمارك أصبحت الكمامات إلزامية لأول مرة في وسائل النقل العام في أغسطس. وفي ألمانيا المدارس مفتوحة، ولكن يتم حضور الأطفال في فصول تحتوي على مجموعات صغيرة. وفي الوقت نفسه في
فرنسا احتج العاملون بالمطاعم في مدينة مارسيليا الجنوبية على إغلاق أماكن عملهم في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من تحذير رئيس الوزراء الفرنسي من أن الوضع في البلاد يزداد سوءاً وارتفاع بنسبة 25% في الوفيات الجديدة بالمستشفيات منذ سبتمبر. أعود لك مرة أخرى دكتورة حنان، إذن يعني الكثير من الدول بدأت بتشديد هذه الإجراءات أو على الأقل إعادة يعني فرضها بشكل صحيح، هل كان هناك تراخي وبالتالي يعني هذا أدى إلى ارتفاع الأعداد والآن نتفائل خيرا بأنه إذا بالفعل تم الالتزام بهذه الإجراءات كما ذكرنا يعني في كثير من الدول الأعداد ستنخفض؟ طبعا هذه ملحوظة مهمة جدا. أعتقد أنه إحنا رأينا أنه بعض الدول كان عندها أمل أنه إذا هم ما نفذوا الاحترازات بالذات بعد ما المنحنى الوبائي تبعهم نزل حصل فيه طمأنينة وتراخي في تطبيق الاحترازات، وبالذات يمكن كان عملية الوعي المجتمعي ضعيف وعملية عدم وجود قيادة وعدم وجود صوت واحد لإرشاد الناس على إيش هو الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا الفيروس. فتعلمنا درس كبير جدا ودرس مهم إنه على مستوى الدول لازم يكون هناك قيادة محلية توجه العامة إلى كيف التعامل مع هذا الفيروس للحفاظ على الصحة العامة. وفعلا زي ما ذكرتي يعني لما صار في تراخي وزادت الأعداد مرة أخرى اضطروا إنهم يحطوا احترازات أكثر شدة وأكثر لضمان التزام المجتمع. طيب نعم. دكتورة، فيما يتعلق باللقاحات، منظمة الصحة العالمية كانت أطلقت تحذير يتزامن أيضا مع الدعوات لتوزيع عادل للقاحات المستقبلية. إلى أين وصل سباق الأمصال؟ دعونا نتابع ونتابع الحديث معك بعد ذلك دكتورة. طب أعود مرة أخرى للدكتورة حنان في جنيف. دكتورة، أين وصل سباق الأمصال؟ هل فعلا هل نتوقع بشكل واقعي سنحصل على لقاح مع نهاية العام؟ سؤال جدا مهم، والآن فعلا الحديث في هذا الموضوع أصبح مشوق أكثر لأنه في أشياء إيجابية كثيرة. أول شيء أنه نعرف أنه في تقريبا 200 مصل تحت التجارب، 9 منها تقريبا في المراحل المتقدمة اللي هو المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للأمصال، ونتمنى أنهم هم حيكونوا يوافقوا لمنظمة الصحة العالمية تنشر شيء اسمه خصائص المنتج المستهدف لأي منتج جديد. وهذا يعني أنه الفاكسينز اللي راح تطلع يجب أن توافق خصائص معينة من ناحية قدرتها على إصدار مناعة، قدرتها على عدم إحداث أعراض جانبية وما إلى ذلك. في عندنا التضامن اللي تكلمنا عنه برضو من أول، تضامن عبارة عن الدول تحت منظمة الصحة العالمية والمشاركين العالميين بيحاولوا يكون هناك في عدل في توصيل التطعيم لجميع أرجاء العالم. كيف سيتم فعل ذلك دكتورة؟ يعني هل سيكون منوط بمنظمة الصحة العالمية توزيع هذه الأمصال أم من يعني ستكون شيء بين الدول؟ هيتكون احنا عندنا اول شيء لازم الدول تشارك في هذه المبادره، وعندنا الى الان 156 دوله شاركت في هذه المبادره، وهذا يعني تقريبا 64% من سكان العالم حيكونوا تحت هذه المظله. لكن احنا ما بنقول انه كل شخص حيقدر ياخذ التطعيم لانه حياخذ وقت الى انه يصير في برودكشن وتصدير وتوزيع الفاكسين. الدول بتشارك بحيث انه هذه المنظومه حتشتري الفاكسين اللي هو موجود واذا يطابق الخصائص المنتج المستهدف. فاحنا ما نبغى نوزع ولا نبغى نصدر اي تطعيم، نبغى نصدر التطعيم اللي فعلا حيكون مجدي في مكافحه هذا الوباء.
طب على أي تطعيمات نعلق أمال في هذه المرحلة؟ في الخليج مثلا أو على الأقل في الإمارات يتم تجربة لقاح صيني ولقاح روسي، هناك أيضا لقاحات في الغرب، مثلا قرأت شيء عن لقاح لشركة جونسون أند جونسون يعني يعلق عليه الأمال، أي من هذه اللقاحات ربما ستكون أكثر نجاحا؟ احنا نعرف انه تقريبا 10% من المنتج اللقاحات بيوصل للمرحله الاخيره، فاحنا عندنا من اللي ذكرتيهم الان هم 9 من اصل 200 وصلوا للمراحل الاخيره، وانا كانسانه ابني تعليقاتي دائما على ساينس وعلى الابحاث العلميه، ما اعتقد انه اي احد حيقدر يقول لك هذا التطعيم او ذاك، لانه بدون النتائج السريريه ما حنعرف، يعني هو الموضوع ما هو مجال للتخمين او التحذير، يجب أن تبنى هذه القرارات على الدراسات العلمية ونتائج الدراسات السريرية. طيب دكتورة، بس يعني هناك أيضا موضوع الأعراض الجانبية، بعدما كنا نتحدث عن اللقاح الذي تطوره جامعة أوكسفورد أعتقد مع شركة أسترازينيكا، ظهر حديث عن أنه قد طبعا أوقفت التجارب، وبأنه قد يكون بالفعل تسبب بمضاعفات أو أعراض جانبية خطيرة، يعني هل عادة هذه الأعراض الجانبية تظهر في المراحل الأخيرة من تجربة أي لقاح؟ التجارب السريرية لأي منتج جديد سواء كان دواء أو لقاح ممكن تظهر الأعراض الجانبية في المراحل الأولى من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، وممكن تظهر بعد تسويق الفاكسين. لذلك احنا كيف وصفنا المرحلة الثالثة؟ المرحلة الثالثة لازم تضم أعداد كبيرة من الناس، بحيث إنه الأعراض الجانبية الأقل يعني حصول تظهر في هذه الأعداد. فأنت عندك بين 30 و 60 ألف شخص دخلوا في بعض هذه التجارب، ولذلك كل ما زادت الأعداد وكانت التجارب معمولة بطريقة محكمة ويكون في لها بورد خارجي يراجع المعلومات الأشخاص الداخلين في هذه التجارب، وهم اللي يقرروا هل الأعراض اللي حصلت لشخص فلان معين داخل في التجربة هل هو بسبب الفاكسين ولا هو بسبب أشياء أخرى. طبعا الناس اللي داخلين في التطعيمات هم ناس من المجتمع العادي، مظبوط، فهم معرضين لأمراض ممكن تجيهم سواء الطعم ولا لا، وهذا هو دور البورد الخارجي لتقييم الأعراض الجانبية اللي حصلت هل هي بسبب الفاكسين أو لا. لذلك إحنا دائما بنحذر وبنقول ما نبغى نسرع في إيجاد فاكسين بدون المرور بالخطوات المهمة الأساسية لتحديد سلامة هذا التطعيم. طيب معنى ذلك يعني ما في جدوى إنه إحنا نسرع من التطعيم وبعدين بعد فترة نلاقي فيها مشاكل ونرجع نسحبها من الأسواق مرة تانية. هذا يعني ما لا نستطيع أن نقول بأنه مع نهاية العام سيكون هناك لقاح، أو أنا هل يمكن؟ يعني أنا في من الأشياء اللي أنا شايفتها وتقدم التطعيمات، أعتقد أنه منظمة الصحة العالمية صرحت بهذا الشيء، وهذه وجهة نظري برضو، أنه ما أعتقد أنه حنلاقي الدراسات السريرية ونتائجها تنتهي قبل بداية 2021، فأنا أعتقد أنه إحنا ما حنشوف حاجة يعني في نهاية العام، يمكن بداية الربع الثاني من 21. طيب وقبل ما ننهي، وفي هذه الأثناء طبعا ما زال هناك ضغط على الكوادر الطبية على المستشفيات وفي كل الدول، يعني هل أصبحت الجاهزية أعلى الآن مع 10 أشهر خبرة في مكافحة كورونا؟ أعتقد أنه هذا موضوع مهم جدا وشكرا على طرحه. موضوع العاملين الصحيين إحنا نخاف عليهم كثير، لأنهم هم أساس الأنظمة الصحية اللي حتتابع وحتراجع وحتهتم بالكوفيد بيشنس وبغير الكوفيد بيشنس، فأعتقد أنه حتى بالنسبة للتطعيم والفاكسين حيكونوا هم المستهدفين كخط دفاع أول لأخذ التطعيمات، ويجب أن نتعامل معهم بحساسية كبيرة جدا، لأنه المنظومات الصحية اللي حتخلينا نخرج من هذه الأزمة بسلام إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك دكتورة حنان بلخي، مساعدة مدير منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، كانت معنا عبر سكايب من جنيف. شكرا. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام بانوراما، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.